عاجل نقل خطيب مسجد التوحيد بالمطرية إلى المستشفى بعد اعتداء عناصر الإخوان الإرهابية عليه أثناء تواجده بالمسجد. طبعا لما اعتدوا على إمام مسجد أي خيانة وأي تآمر، هل دول بشر؟ وأي انتهاك لحرمة المسجد؟ هل دول المسجد؟ بشر؟ هل دول؟ والله الحيوانات أفضل منهم، والله ولا يعرفوا دين ولا يعرفوا إيمان. تعتدي على إمام مسجد لمجرد أنه يتكلم ولا يريد أن يكون طرفا في عملية إرهابية. إذا كان اليوم كان معدا لانتهاك حرمة المساجد والاعتصام بالمساجد وانتهاك قدسية المصحف الشريف ورفعه في مسيرات تحمل أهداف سياسية وأهداف لفتنة خبيثة.